في السبعة السهو في صلاة الجنازة ما إلى الإمام مريض زال يتسوب يتسعد التكبيرات ثم إلا يتسوب النقصان الزرع مع التكبيرات أربعة أنت يخدم ثلاثة ينادى السلام عليكم من بعد نبه سنما سبحان الله ستدير غاك تغلظ غسل ما يلحق كلمة راديوغال أديوغال دي التكبيرة يظل الله أكبر عادي يرقع عيس أبر يعود السلام هذا صافي يتسو ثنبهمت من بعد موري السبع دارة وقبل أن ترفع الجنازة قبل أن يرفع جثمان الميت أديوغال أذرقى تصاليثيس صلاة الجنازة أما كنت الظالثة قلت الفرد عادي يقول مالي الظل العيشة يمكتد باللي ولو كان يبضل يتبوث يمكتد أديوغال أديوغال أديرنو ركعني في خصة أدي الله أكبر أديرنو أبرمي كمل تصاليثيس هذه خمس سجود ساول بعدي السجود التثوث أبري السلام ولا صلاة الجنازة كيف كيف ماذا نقصني قلت ولكن إما إلا يزقف باش يخدم أربعة يخدم خمسة نصة الزيادة لا تبطل صلاة الجنازة خلاص ما يبطلش ما يغلطش خمسة نصة لا حرج خطر لي كان الشيخ يعني مازال كان يقول والله عرفت ولا الظل يبقى يقول الظل سبعة سبعة ركعات سبعة كبيرة يخدم الميدي فغينا سبعة دوبلاس دوبلاس ثلاثة نصة اي وقد يحسبها كان غاميش الزياده معليش الزياده لا حرج خير هي اربعه ولكن يخدم الزياده لا حرج فهذا في الزيادات وبتوصلات